السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك إخواني؟ أعتقد أنكم بالخير إن شاء الله. اليوم ندرس بعض الكلمات الجديدة كيف نستخدمها في الجمل. هذا هو ندرس اليوم. مثلا بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. أشعر بألم شديد في أذني. لازم نفهم معنى أذن، أنف، حنجرة، قلب، أسنان، صدر. ما معنى أذن؟ هي أنف، نوس، حنجرة، throat، قلب معنى heart، أسنان teeth، صدر chest. صحيح؟ كيف نستخدم هذه الجمل، هذه الكلمات في الجمل؟ مثلا أشعر بألم شديد في أذني، أشعر بألم شديد في أنفي، أشعر بألم شديد في حنجرتي، أشعر بألم شديد في قلبي، أشعر بألم شديد في أسناني، أشعر بألم شديد في صدري. شوف كيف؟ وهكذا نستخدم هذه الكلمات في الجمل. والثاني إخواني، ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الملح، ملح ما نصالت. بعدين نرى نجد بعض الكلمات، مثلا سكريات، القهوة، الشاي، اللحم، الحليب. ما معنى سكريات؟ شكر. قهوة، كوفي، شاي، تي، لحم، ميت، حليب، ملك. ونستخدم هذه الكلمات في الجمل. مثلا طلب مني ترك الملح، طلب مني ترك السكريات، طلب مني ترك القهوة، طلب مني ترك الشاي، طلب مني ترك اللحم، طلب مني ترك الحليب. وبعد إخواني ندرس لماذا حضرت إلى المستشفى. حضرت لمقابلة طبيب الأسنان، مقابلة to meet، قابل يقابل. حضرت لمقابلة طبيب الأسنان، الدندستنا كان عم يدي بنا. إني جامعة مدير، كلية الأستاذ، مستشفى طبيب الأنف، كلية الصيدلية الصيدلية، الشركة، المهندس، المطار، أخي. هذه الكلمات أخوان نستخدم في الجمل. مثلا لماذا حضرت إلى الجامعة؟ حضرت لمقابلة المدير، مدير معنا تشانسلر، تشانسلر. حضرت لمقابلة المدير أو وايس تشانسلر، تشانسلر وايس تشانسلر، نائب المدير مدير. نمبر ده وراك وايس تشانسلر أنا، مدير الجامعة. إيه نبرة يوغم كانا نائب المدير എന്ന പ്രയോഗവും കാണാം. അൽ കുല്ലിയ അൽ ഉസ്താദ്, مثلا حضرت لي مقابلتي الاستاذ، استاذ بروفيسور. لماذا حضرت الى المستشفى؟ حضرت لمقابلتي طبيب الانف، طبيب الانف، طبيب الانف والاذن والحنجره، ينتي. لماذا حضرت الى كليه الصيدليه، فارماسي كوليدج، كليه الصيدليه. حضرت لمقابلة الصيدلي، يعني فارماسيستنا كان عم يدي صيدلي. لماذا حضرت إلى الشركة، كمبني لك أنت بندد؟ حضرت لمقابلة المهندس، إنجنيير ميتي عم يدي بندد. لماذا حضرت إلى المطار، إيربورت لك أنت بندد؟ حضرت لمقابلة أخي، أنت برادرنا ميتي عم يدي بندد. أوكي؟ وهكذا نستخدم هذه الكلمات في الجمل أخواني. إذن ندخل إلى السؤال والجواب. هل لديك موعد مع الطبيب؟ هل لديك موعد؟ appointment. هنا موعد نوري. نعم موعدي الساعة 10:00 o'clock in an end appointment. أدبولي الطبيب 10:00، المدرسة 9:00، المهندس 7:00، طبيب الأسنان 5:00، الممرض 6:00، الصيدلي 12:00، الأستاذ 11:00. وهذه الكلمات نستخدم في الجمل. مثلا هل لديك موعد مع المدرس أو المدرسة؟ نعم موعدي الساعة 9:00. هل لديك موعد مع المهندس؟ نعم موعدي الساعة 7:00. هل لديك موعد مع طبيب الأسنان؟ dentist لديك appointment عنده dentist عنده؟ نعم موعدي الساعة 5:00.
هل لديك موعد مع الممرض نيرس؟ نعم موعدي السادسة الساعة السادسة. هل لديك موعد مع الصيدلي فارماسيست هناك appointment ഉണ്ട്? نعم الساعة الثانية موعدي الساعة الثانية عشرة. هل لديك موعد مع الأستاذ؟ نعم موعدي الساعة الحادية عشرة. شوف كيف وهكذا نستخدم موعد في الجمل ونطرح الأسئلة. هل لديك موعد؟ هل لديك موعد؟ شوف كيف هذا أهم شيء إخواني. هل لديك موعد مع الأستاذ، مع المحاضر، مع الطبيب، مع الشرطي، مع المدير، مع المهندس، مع المحامي؟ وهكذا نستخدم هذه الكلمة. إذن نركز بعض الأسئلة إن شاء الله، بعض الكلمات كيف نستخدم هذه الكلمات في الجمل. مثلا ذهب صالح إلى المستشفى لزيارة الطبيب، وهكذا الجامعة، المدير، الشركة، المهندس، الكلية، الأستاذ، الرياض، الأهل، الجدة، جدة، الأصدقاء، المدينة، الأسرة. وهذه الكلمات نستخدم مثل ما شاهدنا في المثال. ذهب صالح إلى المستشفى لزيارة الطبيب. دكتور كان أنا هوسبيتال ليك صالح بويد. جامعة مدير أغنية. ذهب صالح إلى الجامعة لزيارة المدير. تشانسلر فيسيتيا. ذهب صالح إلى الشركة لزيارة المهندس. ذهب صالح إلى الكلية لزيارة الأستاذ. ذهب صالح إلى الرياض لزيارة الأهل. فاميلي فيسيت. ذهب صالح إلى جدة لزيارة الأصدقاء. فرنس يونيفرسيتي. شوف كيف؟ أدولا ذهب صالح إلى المدينة لزيارة الأسرة. فاميلي. فاميلي بيسيتني من ديتانا أبو. هكذا نستخدم هذه الكلمات في الجمل أخواني. next ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف. إسعاف معنى ambulance. إسعاف كيف نستخدم إسعاف في الجمل؟ ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف، بالطائرة، بالحافلة، بالسيارة. لازم نركز بالإسعاف، بالسيارة، بالحافلة. مثلا ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيبة. وقابلت الطبيبة. وهكذا ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيبة. نستخدم الجامعة، الحافلة، الأستاذ في الجمل مثل ما شاهدنا في المثال. مثلا ذهبت إلى الجامعة بالحافلة وقابلت الأستاذة. صحيح يكفي إخواني، اكتب هذه في الدفتر. ذهبت إلى الشركة بالقطار وقابلت المديرة. شوف كيف بالقطار by train وقابلت المدير يعني director كندو. وذهبت إلى شاطئ البحر، يعني كورنيش ليك بوي، بيتش ليك بوي، بسيارة، باي كار، وقابلت صديقي، يعني فرنسين أبدا، ميتي. شوف كيف؟ القرية، القطار، جدي. ذهبت إلى القرية بالقطار وقابلت جدي، عنده جراند فادر نكرد. وذهبت إلى المدينة بالطائرة وقابلت أخي عند برادرنا كندو. وذهبت إلى الفندق بالسيارة باي كار وقابلت عمتي. أوكو عمتنا أمي أبرانيان كندو. وهكذا نستخدم الجمل، نستخدم الكلمات في الجمل أخواني. ركزوا هذه الكلمات، عليكم أن تحافظ، أن تركز على هذه الكلمات الجديدة ونعلم كيف نستخدم في الجمل.
إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.